أعلنت قوى الحرية والتغيير وضمنها الجبهة الثورية توصلها فجر اليوم في أديس أبابا لاتفاق بشأن التحديات التي يواجهها السودان، وقال في بيان إنهم اتفقا على الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية على أن تكون أولى مهامها تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تخلق المناخ الملائم للسلام. ويتضمن الاتفاق تفاصيل حول الفترة الانتقالية والإعلان الدستوري والمجلس السيادي ومجلس الوزراء، وأعلن المجتمعون تخليهم بموجب الاتفاق عن المحاصصة وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية بحيث يقودها مستقلون. هو أنا أفتكر لحظة تاريخية لقوى الحرية والتغيير بأنها اتفقت وخرجت من هذا الاتفاق أكثر قوة وتماسك، واتفقت على الاستعجال في الاتفاق مع المجلس العسكري لإكمال الإعلان الدستوري بعد الاتفاق السياسي لكي يتم تشكيل الحكومة المدنية في أسرع فرصة ممكنة. سوف نخوض في عمل سياسي مدني مع زملائنا في قوى الحرية والتغيير بخصوص الضمانات. نحن في تحالف واحد هو تحالف قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية هي جزء من هذا التحالف، ونحن قد عزمنا في قوى الحرية والتغيير أن نسير جنبا إلى جنب لتحقيق التحول الديمقراطي وتحقيق السلام. للمزيد من التفاصيل أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور طارق الشيخ كاتب الصحفي، أهلا بك معنا. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من السودان سيد مدني عباس القيادي في قوى الحرية والتغيير. أرحب بضيوفي وأبدأ بك سيد مدني. سيد مدني، ما هي أو يعني أخبرنا عن مزيد من التفاصيل بشأن بنود الاتفاق. كان هناك خلاف أو ما يمكن تسميته خلاف، والآن هناك اتفاق من المفترض أنه يسهم في حلحلة الأمر حاليا. يعني انا يعني سحبت بك حاليا بعد التحيه، واذا كان الامر ما يخص ما يتعلق ما بين قوى الحريه والتغيير والجبهه الثوريه، فاظن ان ما تم الاتفاق عليه هو بعد الحوار والمشاورات التي تمت بين قوى الحريه والتغيير والجبهه الثوريه التي هي جزء من مكونات الحريه والتغيير، قد تكون اخذت مسافه عن المسار التفاوضي في جولته الاخيره نظرا لبعض آرائها حول المسار التنظيمي أو المسار التفاوضي لقوى الحرية والتغيير، ما تم في أديس أبابا من مباحثات أظنها ساهمت في حلحلة النقاط الاختلاف إذا كانت هي مرتبطة بالمسائل التنظيمية داخل قوى الحرية والتغيير، أو إذا كانت هي مرتبطة بأهمية التركيز على قضية السلام خلال الفترة الانتقالية، وهو ما كان متفق عليه سابقا. أيضا من المسائل المهمة التي تم التوصل عليها هي إبعاد المسار السلام عن قضية المحاطفات والتركيز على القضايا التي معالجة جذور الأزمات التي أدت إلى اشتعال الحروب في 8 ولايات من السودان. أظن أن هذا هو مدخل إيجابي وتجاوب مع يعني إعلان الحرية والتغيير الذي هو يؤسس لفترة انتقالية قائمة على مسألة الكفاءات لا مسألة المحافظة السياسية، وأظن أن التأكيد في البيان الختامي على هذه المسألة يقفل الباب تماما أمام أي تكهنات حول اتفاقيات مرتبطة بأي شكل من أشكال المحافظات. ما ينطبق على قوى الحرية والتغيير ينطبق على الجبهة الثورية التي هي جزء من قوى الحرية والتغيير، وبطبيعة الحال ما تم من اتفاق يمكن أن يمهد الوصول إلى اتفاق سلام بين أطراف هي ليست أطراف متنازعة، أطراف سواء كانت الجبهة الثورية أو كانت يعني الحركة الشعبية شمال السودان جناح عبد العزيز الحلو أو حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، هي كلنا كان يجمعنا هدف واحد، وإن اختلفت الوسائل والأدوات المستخدمة أن الأوان لجميع الأطراف التي جمعها الهم الوطني طوال الفترة الفائتة أن يكون هنالك برنامج ورؤية مشتركة. أظن أن الست أشهر لن يحتاج الجميع حتى إلى الست أشهر للوصول إلى اتفاق سلام بقدر ما يعني بذات الجدية التي يبدو بها جميع الأطراف الآن ويتم حول السلام، يمكن الوصول إلى اتفاق سلام في أقرب فرصة ممكنة، و بما يتضمنه من ترتيبات أمنية وبما يتضمنه من ترتيبات متعلقة بعودة النازحين ومن الإجراءات التفضيلية المؤقتة أي الإجراءات التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأكثر فقرا في السودان، وهو ما نص عليه الاتفاق. طيب هل من المتوقع سيد مدني
هل من المتوقع أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، اتفاق السلام، قبل استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري التي تم تأجيلها؟ لا، يعني الاتفاق ذاته يتحدث عن بداية التشكيل، يعني بداية الوصول إلى تشكيل حكومة الانتقالية المدنية، ومن ثم ستقود هي عملية الاتفاقات، اتفاقات السلام التي يجب أن تتم بين جميع الأطراف. بمعنى أنه لا يمكن الحديث عن الوصول لاتفاق كامل يشمل كافة الترتيبات قبل تشكيل الحكومة الانتقالية المدنية التي يجب تشكيلها في أطراف فرصة ممكنة، وضمن هذا ما تتفق عليه جميع الأطراف يعني في ظل الظرف الملح الآن. ويبقى من بعد ذلك أن ما حدث من اتفاقات وما حدث من ما سيحدث من تضمين لقضية السلام بالشكل اللائق الذي يليق بأهميتها وأولويتها يضع أساسا جيدا يمكن البناء عليه في المرحلة القادمة للوصول إلى اتفاق في فترة أقل من الموضوع سلفا لعملية تحقيق السلام في السودان. طيب، ماذا عن تفاصيل الاتفاقيات المتعلقة بالإعلان الدستوري والمجلس السيادي ومجلس الوزراء؟ ما هي التفاصيل المتعلقة بهذه الأمور أو المجالس؟ يعني كما يعني تعلمين وما رشحها، يعني سيبدأ التفاوض حول الإعلان الدستوري يوم السبت القادم حتى إن كان على مستوى لجان فنية، وتم بشكل تفاوضي. هذه مسألة سيتم الاتفاق عليها لاحقا، لكن المهم في الأمر أن القوى الحرية والتغيير قد توصلت يعني إلى تصور حول الإعلان الدستوري، وستطلع أهم النقاط عليه، ستطلع الرأي العام عليها كمسودة للتفاوض حول الإعلان الدستوري. ويجب طبعا أن يشمل الإعلان الدستوري مواقيت زمنية محددة. لماذا لا يمكن أن تطلعنا عليها الآن سيد مدني؟ سواء كان ما هو مرتبط بتشكيل مجلس السيادة، ما هو مرتبط بتشكيل مجلس الوزراء، ما هو مرتبط بتشكيل مجلس التشريع، يجب أن يكون هنالك سيكون هنالك جدولا زمنيا ملحقا بالاتفاق يوضح الترتيب الزمني يعني تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. طيب، ابقى معي سيد مدني، أعود إليك بعد قليل. نأتي إلى ضيفنا دكتور طارق. كيف ترى هذا التوافق ما بين الجبهة الثورية التي هي ضمن قوى الحرية والتغيير وباقي قوى الحرية والتغيير؟ ولكن قبل أن تجيب علي دعني أنوه إلى أن هذه الصور تأتينا مباشرة من أم برمان والنيل الأبيض لفعاليات وثورية تقوم أو تنظمها قوى الحرية والتغيير، ونحن نتابعها مباشرة أمامكم على الشاشة. الشعارات في كل مرحلة من مراحلها، كونها أنتجت شعار الدم قصاد الدم لو حتى مدنية، لم يعني أنه حتى لما انتقلت مدنية إحنا بالنسبة لنا دم شهدائنا خط أحمر، دم شهدائنا خط أحمر ما بنتراجع عنه، ما بنتراجع عنه وفاء لشهدائنا، ولأنه الدم السوداني ما سهل والكرامة السودانية ما سهلة. إذن أعود إليك دكتور طارق، يعني كيف ترى هذا الاتفاق أو التوافق ما بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية بعد أن كان هناك خلاف، وإلى أي مدى سيسهم هذا التوافق في يعني الوصول إلى اتفاق أكبر مع المجلس العسكري، خاصة أن الاتفاق بينهم كان قد أجيل؟ أولا أحيي ضيفك من الخرطوم الأستاذ مدني، وأحيي فيه روح نضالية وشفافيته العالية تجاه الثورة والثوار. ما يهمني يلفت نظري الآن الشعارات بالنسبة للشباب في الخرطوم في هذه اللحظة اللي انتوا تبثوا فيها، الشعارات صارت مختلفة، الدم قصاد الدم لو حتى مدنية، وهذا يؤكد تصميم الشارع السوداني على استرداد حقوقه وحقوق الشهداء الذين ضحوا بدمائهم. أرجع لموضوع إثيوبيا، وأعتقد أنا كتبت عنه في يمكن على صفحتي وقلت أنه هذه عرضة خارج الحلبة،
وما يجري في إثيوبيا الشيء الجديد فيه لأول مرة منذ الثورة ومنذ مفاوضات المضنية اللي كان يجريها حرية التغيير نسمع بكلمة محاصصة، ما ظهرت هذه الكلمة إلا في إثيوبيا، وهذا دليل واضح لأنه في صراع حول هذه النقطة. الشيء الآخر أنه غير المحاصصة لم أسمع بجديد، وكل ما ذكر في إثيوبيا هو مضمن في إعلان الحرية والتغيير، وكان من المعلوم أن قضية السلام وهي كقضية مقدمة أن هي مفروض هذه من أولى أوليات الحكومة الجديدة في الخرطوم، وبالتالي لا أرى أبدا أي جدوى من هذا الاجتماع وهذا النقلة من الخرطوم إلى أديس لم يكن لها أي داعي. ولكن إذا كان الإعلام هم يقول أنه تم التخلي عن المحاصصة، فربما يمكن القول أنها كانت مشكلة وانتهت. لم أسمع بها، يعني إحنا نتابع ما يجري في لم تصلع، يعني هذه الكلمة لم تظهر أبدا، ما ظهرت إلا الآن في إثيوبيا. لنفترض جدلا أن الحركة الجبهة الثورية هي عندها ملاحظات، كل أعضاء الحرية والتغيير لهم ملاحظات على مسار الحرية والتغيير، وبالدليل على ذلك بياناتهم المختلفة الألوان والأشكال. هناك خلاف، أنا لا أرجو من مثل هذا التجمع الكبير والفضفاض أن يكون كله على قلب رجل واحد. إذا كانت هذه القوة تسامت فوق المطالب الجزئية والفرعية، فالأمور كانت مفروض توجه كقوة موحدة تجاه المجلس العسكري الذي هو الجهة هي العقبة الآن أمام الحكومة المدنية. ما معنى أنه هذه القوة تجتمع في أديس وتتحدث عن سلام والمجلس العسكري موجود ممكن في أي لحظة، هو الجهة المعادية للحركات، مين تاني؟ مين هم معادين لمين؟ الحركات المسلحة معادين لهذه الحكومة، لهذه الحكومة اللي هي استمرار الحكومة السابقة. إذا عملنا الحكومة المدنية يبقى العدو بتاعك أوتوماتيك لزال، بترى من هنا وتروح على أشياء مختلفة جدا. أنت بتتكلم على التوطين، بتتكلم على السلام، كيفية تنفيذ هذا السلام على أرض الواقع. هنالك فصائل داخل الحرية والتغيير قطعت شوط حتى أيام حكم البشير ومن خلال منظمات الأمم المتحدة في يعني إقرار فكرة متكاملة حول عملية السلام، التنمية مقابل السلاح. هذا شيء كان يعني موجود في إعلان الحرية والتغيير ومضمن ومناقش عبر مختلف القوى داخل الحرية والتغيير. فما شايف أنا أي دعوة. الشيء الوحيد الذي يمكن أن استنتجه أنهم نقلوا هذا الصراع الداخلي بين الجبهة الثورية اللي هي واحدة من المكونات ونقلوا نقلة غير موفقة إلى خارج الخرطوم. لماذا لا نذهب بهذا السؤال إلى ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من أديس أبابا، أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية. سيد أسامة، يعني هذا الاتفاق اليوم ينم عن وجود خلاف بشأن مسألة المخصصة، كان موجودا سابقا واتفقتم على أنه لم يعد موجود، وأن هناك مشكلة في تسوية بعض الأمور، وضيفنا يقول أنكم نقلتم هذه الخلافات إلى خارج الخرطوم، كيف تعلق على ذلك؟ شكرا جزيلا لقناة الجزيرة مباشر. نحن في حقيقة الأمر لم نكن في مفاوضات لمحاصصة سياسية، بل كنا في حوار مفتوح بعقل مفتوح لإنتاج مقاربة سودانية تفضي إلى حلول تربط بين التحول الديمقراطي ووقف الحرب وتحقيق السلام. هذه المقاربة أنتجها حوار سوداني بين أطراف قوى الحرية والتغيير وجبهة الثورية. نحن لم نقل حوارا إلى الخارج، نحن موجودون في السودان وموجودون كذلك في الخارج. هذا الحوار نقل إلى مقر الوساطة الأفريقية ومقر الاتحاد الأفريقي الذي ينظر في قضية السودان، وهنالك قرار من مجلس الأمن والسلم الأفريقي بتعليق عضوية السودان وأن هنالك وساطة أثيوبية وأفريقية. هذا المكان هو الذي تحل فيه قضية السودان عزيزتي. نعم. طيب سيد أسامة، هل من المتوقع أن يبدأ أو يتم استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري في لحظة قريبة بعد أن تم تسوية الخلاف بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية كجزء منها؟
نحن سوف تنطلق المفاوضات وسوف نتفاوض مع المجلس السيادي الذي سوف يشكل بعد تضمين رؤيتنا إلى الاتفاق السياسي وإلى الإعلان الدستوري الذي سوف يناقش الأسبوع القادم، ومن بعدها تشكل مؤسسات الفترة الانتقالية وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الذي نص الإعلان الدستوري بأنه هي لعملية السلام، ومن بعدها سوف تنطلق المفاوضات بين الجبهة الثورية والمجلس السيادي وليس المجلس العسكري، لأنه لن يكون موجودا عند لحظة تأسيس المجلس السيادي. طيب، ما هي أهم النقاط التي ضمنتموها أو التي تريدون تضمينها؟ نعم، تقدمت الورقة، تقدمت الجبهة الثورية بوثيقة تحتوي على 3 أبواب. الباب الأول يتضمن مبادئ استرشادية لتحقيق السلام، وباب الثاني يتضمن قضايا السلام بشكل تفصيلي، وباب الثالث يتضمن إجراءات بناء الثقة لتحقيق السلام. هذه الأبواب تتضمن في مجملها كيفية تحقيق السلام في مناطق النزاع التي شهدت نزاع لفترة طويلة نتيجة لتهميش سياسي واقتصادي وعدم توازن بين أقاليم السودان. هذا النزاع الآن سوف يضع أوزاره وسوف تتوقف البندقية، لأن الجبهة الثورية عازمة على بناء سودان جديد تتوزع فيه الحقوق على أساس المواطنة متساوية، وعلى أساس هذه المواطنة سوف تكون هنالك حقوق متساوية للجميع، وسوف تتوقف الحرب بعد ذلك. نعم، ابقى معي سيد أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، عودوا إليك بعد قليل. عودوا إليك مرة أخرى سيد مدني عباس القيادي في قوى الحرية والتغيير. استمعت إلى هذا الهتاف من جانب المظاهرات التي تنظمونها أنتم في الحقيقة، والتي كانت تقول الدم قصاده دم لو حتى مدنية، وهو يطرح سؤالا إلى أي مدى ستستطيعون من خلال التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في المرحلة المقبلة الحفاظ على الحقوق وعدم إعطاء الحصانة للمجلس العسكري بحيث يتم محاسبة المسؤولين عن القتلى أو الشهداء من المتظاهرين السودانيين؟ يعني قبل المواكب الآن سيّرة قوى الحرية والتغيير مواكب اسمها العدالة أولا، وذلك لتثبيت موقف أساسي أن أي اتفاق لا يعني بطبيعة الحال التنازل عن التحقيق فيما تم من انتهاكات، وأن لا يكون هنالك إفلات من العقاب. هذه مسألة أساسية ومسألة ضرورية. الوصول إلى اتفاق سياسي لا يعني التغاضي عن ذلك، ولذلك ظلت قضية تشكيل لجنة التحقيق هي قضية مركزية. ما تم تناوله في مسودة سابقة عن حصانات لم يكون مسار للتفاوض، لن تكون هنالك حصانات ولن يكون ذلك الأمر جزء من التفاوض. لا توجد حصانات من الجرائم، الحصانات المعلومة هي حصانات جوائية معمول بها لا تمنع الإفلات من العقاب ولا تلقي الحقوق الجنائية. هذه مسألة، لا تلقي الإجراءات الجنائية، هذه مسألة مفهومة. ونحن ظللنا نؤكد أن يعني مسار الضغط الشعبي من أجل تحقيق العدالة هو مسار مطلوب لدينا، لا يتناقض مع مسار الاتفاق الذي نقوم به، بل هو تذكير دائم ومطلوب من الشعب السوداني لمن يتفاوضون باسم الشعب السوداني أن أي اتفاق لا يجب أن يمر عبر التنازل عن دماء الشهداء. وسيادة دولة القانون هي ليست مسألة تشفي وليست قصاص فقط، هي قصاص وتثبيت بمبدأ المحاسبة، ذلك مما ينبغي أن يثبت في الدولة التي يعني ناضل واستشهد من أجلها السودانيون. هذه مسألة يعني لا تشكل أي مصدر إزعاج بالنسبة لنا في قوى الحرية والتغيير، بل ظلنا نؤكد دائما في كل منابعنا الإعلامية أن قضية التحقيق العادل والشفاف هي من أولى مهام الفترة القادمة، وهي من الأشياء التي يجب أن تتم مباشرة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الوصول لاتفاق. هذه مسارات ليست متناقضة لدينا، مسار التضحية الجماهيري. سيد مدني عباس، وضحت هذه مسار العمل الجماهيري. نعم، وضحت هذه النقطة سيد مدني عباس القيادي في قوى الحرية والتغيير، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من السودان. شكرا أيضا الموصول لضيفي أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، كنت معنا عبر الهاتف من أدس أبابا، شكرا جزيلا لكم. عودوا إليك مرة أخرى دكتور طارق، يعني إلى أي مدى يمكن التعويل على الوصول إلى اتفاق أو الاتفاق الدستوري مع المجلس العسكري في لحظة قريبة حتى يتم المضي قدما بالمسار الثوري في السودان؟
أنا في الحقيقة بربط يعني الوصول بما يجري في أديس. ما يجري في أديس أنا في رأيي خلاصته هو محاولة الوصول بأعجل ما يمكن الاتفاق مع المجلس العسكري وكيفما اتفق، لأن الموجودين يعني فرضا نفترض سؤال فرضي لهؤلاء القوى التي استجابت للجبهة الثورية لتصحيح أشياء، لو أن عبد الواحد نور الآن وطلب أنه هو عايز يدخل في المفاوضات، كيف يكون وضعه ما هو زي الجبهة الثورية حامل سلاح وعنده قضية وعايز يدخل هنا؟ هل حنستمر في المفاوضات في أديس؟ أنا أفتكر وجود أديس مسألة كانت خطأ كبير جدا من الحركة الذي يهم الشعب السوداني التفاوض مع المجلس العسكري لتحديد الحكومة المدنية التي يطالب بها الشارع. كان من المفروض الآن أنت في أديس وعندك مشكلة أنت خليتها معلقة بمثل بالقدر الذي يعني أنت أعطيت الجبهة الثورية هذا الاهتمام ومشيت لغاية أديس تتكلم تتفاوض، عندك قوة أصلا هي عندها رأي فيما تم الاتفاق عليه بينك وبين المجلس العسكري المشروع السياسي القرار السياسي القانون السياسي. طيب الاتفاق السياسي، طيب هذا الاتفاق السياسي هو أدعى بأنك أنت كان تواصل وتستجلي وتتناقش وتطول بالك مع القوى الأخرى، الآن هي جزء كبير يتمس شريحة كبيرة في لنا. هل أنت الآن حترجع عشان تجي تناقش فيما كان الأصل هو أنك تتفاوض فيه وتقارب لنا وتترك هذه الموضوعات لأنها أصلا مدرجة في مشروعك أنت بتاع إعلان الحرية والتغيير؟ يعني هذا أنا أفتكر يعني هروب من الواقع، هروب من الأرض المعركة الحقيقية، وأنا أعتقد في مضي على الوقت كان الأجدى أنهم يواصلوا الحوار مع المجلس العسكري في الخرطوم وليس مع الجبهة الثورية التي هي جزء أصيل من مكونات الحرية والتغيير. نعم، شكرا جزيلا دكتور طارق الشيخ الكاتب الصحفي، أشكرك شكرا جزيلا. المسائية مستمرة وبعد الفاصل، لجنة بمجلس الشيوخ تؤيد فرض عقوبات على الأسرة المالكة السعودية ومقتل 11 جنديا سعوديا في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.